طيب، تدريبات بدنية لرجال يد الأهلي في الجيم. احنا بنحاول الحقيقة بقالنا شوية كتير بنحاول نتواصل مع الأستاذ طارق قنديل رئيس بعثة النادي الأهلي في الكويت، بعثة النادي الأهلي للسلة رجال، كرة السلة رجال، علشان نطمن على البعثة بالكامل والأمور ماشية ازاي هناك. ولكن يعني الحقيقة التليفونات أنا عارف إن الأمور بتبقى صعبة. أتمنى لو الأستاذ طارق يسمعنا يدخل، يعني نتمنى إن هو يعمل معانا مداخلة علشان نعرف أخبار بعثة النادي الأهلي إيه. أيضا على الجانب الآخر بنحاول نتواصل مع الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في تونس في لكرة اليد رجال في البطولة الإفريقية لبكرة إن شاء الله، مباراة مهمة جدا أمام الترجي التونسي.